إنها لحظة قيادة الأسد الحارس السحرية من ديزني جونيور. بعد أن عضه يوشاري، يكتشف بونغا أن جرير العسل منيع ضد لدغات الثعابين. لما لا تذهب وتلعب في بركان؟ ألعب في بركان؟ إنها فكرة رائعة. لا، فكرة سيئة، كنت أمزح. ما أشد مناعتي زوكزام ما زو زو زو. ما أشد مناعتي زوكزام ما زو زو زو. أهلا يا لقمة. ابتعد عني، أترى البركان؟ سألعب داخله. لا أظنك تفهم، نحن سنأكلك. لن تأكلني ولو حاولت. أتعرف لما؟ بسبب مناعتي، لأن عندي مناعة. بونغا، بأرض المطاريد؟ أوه، هذا لا يبشر بخير. ما اسمها؟ مناعة. ما هي المناعة؟ هل تنتقل بالعدوى؟ فلتصمت يا أحمق، لا يهمنا، فلنأكل. هجوم! مجدداً، دائماً تأتينا وتفسدين المتعة. متعة؟ هيا بنا، فلنتبعهما. لماذا نشقى دائماً من أجل الطعام؟ الوجبة المجانية شيء مستحيل. كنت مخطئة، هذه ذروة المتعة. تيمون كان محقاً، فراؤك ناعم. هل رأيت فولي؟ ليس بعد. هبانا، فولي وبونغا في خطر، يجب أن نسرع. تشمين حريقاً؟ وجدته. إنها ساخنة وتؤلم. اهدئ الآن، أطفأتها. لكن هذا يعني أني فقدت مناعتي. خطوة واحدة ويصير طعاماً لنا، غرير عسل مع سلطة فهود بجانبه. حتى نهاية الحياة، فريق الحراس هناك. رؤيتكم تسعدنا يا رفاق. نعم، لم تصدقوا، فقدت مناعتي للحمم والنار. أنا أصدق. دشتي، الجزء الميت. تحت أمرك يا كايون، قوة فرس النار. ضاع العزاء. أوه لا لا، لم يضع بعد، خلفهما. لن تلحق بي. رائحة شواء لذيذة. هذه رائحتنا. كان هذا إنقاذاً مثيراً، لكن قيادة الأسد الحارس يساندون بعضهم، ففي النهاية ما هو عمل الأصدقاء؟ تابعوا المشاهدة للحظة سحرية أخرى، ويمكنكم رؤية قيادة الأسد الحارس على ديزني جونيور.